بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم الذي رسم الطريق إلى رضوان الله وجنته، فكان ذلك الطريق مستقيما تحف جنباته الفضيلة ويحفل بطيب الأخلاق ويزان بزينة الطهر والستر والعفاف. أما بعد، فموضوع محاضرتنا بإذن الله تعالى: ومن يمنعك من الحجاب؟ ما منعوك حجاب؟ عندك لبسي بكلتك ليش مثله؟ نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى تكلن يوم من جد سوچ نمرنا للقات شوال يه قطتن يوم من جد رسول عليه الصلاة والسلام يتلاك بيت من جد بعد تقالي كبر يكاب ببو ملكام سنة مقبار يا شبر قبتنا بكبرت الناس بمشفن الناس بكتبت الناس يتمولى من قدنا. النبي عليه الصلاة والسلام من قد قلتنا يهبرت سلك فلوت وند الناس يتنسي لي ودم الرقاقات ودم التوت الناس لسر عالم بدنيا منهم باخرة لكن يريد تلو دستا سوتن يا مرد. فكان من ذلك كزهن ككل تابع أن أوجب المولى تبارك وتعالى على المرأة الحجاب. سيكلاي حجابا قبيتا ما درقنا لمن دنيهون الله حجابا قبيتا درقوا صون لعفافها كبران لمتبتنا وحفاظا على شرفها وعنوانا لإيمانها لإيمان عمل كامل نتمكلت عن تمرنا. من أجل ذلك كان المجتمع الذي يبتعد عن منهج الله كالله فلق يراك أمان من يام هبرة سر ويتنكب طريقه المستقيم كتتن يوم من جد ستنا الله مفلق يوم من جد ودغن مطلوس يا بكاء يتغازسو مجتمعا مريضا يتمم بشتن يام هبرة سر هنا يتممه هبرة سر تاجع يحتاج إلى العلاج الذي يقوده إلى الشفاء والسعادة ودفين النتنا ولا يدلن النت لما رأي مثل المدهانية فالقال ما اقتمهم أسفل لقنام جبدابنا. ومن الصور التي تدل على ابتعاد المجتمع عن ذلك الطريق كذه قطتن يا الله سبحانه وتعالى من قد حبر تسبون دراك كم تقمونا كم يعمل اكتتو ملكنا هنيتا متهكل وتوضح بدقة مقدار انحرافه وتحلله يما بكنوا يما بكننا يمتمموا متن من يهل يرككنا يتلك عندهنا كم جلس متهكل تفشي ظاهرة السفور والتبرج بين الفتيات بسيتوش متهكل مقالتنا مراقوت بيفا متفافات. وهذه الظاهرة نجد أنها أصبحت للأسف من سمات المجتمع الإسلامي بدأم كم يخزن ومتكل يه يمدر على ثم يمرات أصبحي يبزو مسلموت هبرة سد يمسلمو هبرة سد مدلة عمون. ورغم انتشار الزي الإسلامي فيه يسلمنا اللبابس كمسفاقاتهم قا يه نجر متايته جد بدأم يخزن. فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف؟ نفته ما غنيت اندي تشالنج استيل الزيه ثم تنا مساتات يا الله سبحانه وتعالى نسمر لمسات مكنات النام ينسيون وذوت من اندهونو أدرا لما الملكة المذكر. للإجابة عن هذا السؤال يهب دام أن قبقابينا أنسى الساتي يونون تياكي من الله لمستد الذي طرحناه على فئات مختلفة من الفتيات بزوسي تتلا يقربوا تياكي وشن ملس لمستد كانت الحصيلة والتيتو يتجنى منهما 10 أعذار رئيسية
ዋና ዋና አንቋር 10 ነጥቦች ሆነው ታይተዋል وعند الفحص والتمحيص بدلنا كم هي واهية تلك الأعذار بتمكن من يعتزنوا ستة الناس يجمجم ستفتش أن نزه مكناتوج الجد بدعان يمن المننا يدكموا هنا واجن كانت سؤال مع الأخت المسلمة نتصفح هذه السطور لنتعرف من خلالها على أسباب الإعراض عن الحجاب ونناقشها كلا على حدة إذن المسلم يتكبر شهته تكتتا أتي عبرن ورن كتلت مسمروت عبرن الناس جن عبرن من ملكة الناتين كنزيه تناتو شوي من بابوش من النسات استي اللو سبب سيتوت حجاب ان داير رسو مكنياتو من النو كذات فيه مكنيات ونات من مكنيات نويس أيضا لم كشريعة أنصار اللي تجمع الجمال يميلون عبرن لمن ملكة المكترى لن العذر الأول قالت الأولى أنا لم أقتنع بعد بالحجاب يمجمّر ومكنات من ألسة من النواء أني فتصموا بحجاب اسكهم درس أركهم على من قبت مثل ألسة نسأل هذه الأخت سؤالين اتشنهت هلت وعننا وعننا في أجوش من طيقات نوبالين الأول يمجمّر هل هي مقتنعة أصلا بصحة دين الإسلام يمجمّر حجاب اسكهم اتباتات بفيت يسلم النعيمات كالكلام يعلم هنا عمنا بتالتشن ويس يملو إياك إيما الإسمانيتنا إجابته هذا الطبع نعم مقتنعة عندما يتوتوا ملسا من اللي ينشلال آو نعم أم نتبتالو متو ومتو اللي ينشلال فهي تقول لا إله إلا الله ويعتبر هذا اقتناعها بالعقيدة آو لا إله إلا الله يملو يمسكر النتكال دمولو عند بتا لتمسكر تشلالك او بدبام امنابت كونا متو بمتو بسلمنا امنت اندامنت يا سينا ويتقول محمد رسول الله او محمد الله ملك تنيامونا كونم تمسكر عليك ويعتبر هذا اقتناعها بالشريعة يتاليا يسلمنا جنقاقي اسفلاقنتنا بقونات ايامنت سبتن دهونا يا ملكتنا مكنياتهم النبي عليه الصلاة والسلام ملك تنين نتن بمسكر كم ملوث لقبائي ميشرون تبين ورمد النو وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ساتشو بدن الزبتن دي الله إلا أننا ملكنا يملو من قرسل لنا عندي كونة تادا فهي مقتنعة بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا للحياة بزيه سلمنا بأمنته بحققاته بعكاهد النتو لهوت من مرع لمهونو متو بمتو عبنا بتالبس مهلتنو يما جمّر أو تياكي بزيانة ملكو من ملسك هنا ولولة تنيا تياكي ميت هل الحجاب من شريعة الإسلام مواجباته لمهونو حجاب كأسلمنا لنقاقي الناس الديتاوت أمنا هنا ويسعر لنا لو أقلصت هذه الأخت وبحثت في الأمر عندها بدرات إخلاص لالله مرات بدن نجر بالتات أنا أنا بالتاتينو بحث من يريد الحقيقة ونتان لم يفلق يفلق سواين التنات لما استباب السايمون لما تات سايمون عين انجار جبان ينبلا لما استباب السايمون ونتان لم يتفلق متفلق عين السيتي وتنات بتات أنا لقالت انبهت لنبرد مرولد من المسات تاثر نعم آو فالله تعالى الذي تؤمن بألوهيته أمر بالحجاب في كتابه أم لكنة يمتع من البيتاء الله بقرآن الله سل حجاب أجزو البلاء بقل تسكن مكالج نبيهم عليه الصلاة والسلام ملك تنياموناة شون يمتع من أجزو بسنة شولاي بحديثة شولاي حجاب أبكروا عند مكروا أدرم من دالو بقل آوت بلج فماذا إذن انديحك هنا مالتنا فماذا نسمي من يقتنع بصحة الإسلام ولا يفعل ما أمره الله تعالى به ورسوله الكريم الشيء اسلم الناس ككل مهوني يامنا يالا الله أنا ملك تنياه ينازلت النجر يما يتسن سو من بلن المطلب أمان كهادي أتبرباري أتالاي من بلن سياني المستوى هو على أي حال يامنا يهجن ملسو من المهن من لا يدخل مع الذين قال الله فيهم الله به بلو كاوساتشونا
ከተቀሳቸው ሰዎች ጋር ፈጽሞ ሊገባ አይችልም انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون انما كان قول المؤمنين የሙእሚኖች ንግግር ልጅ ሊሆን ይገባል ይላል اذا دعوا الى الله ورسوله ودع الله ما ود ملكتኛው በተጠሩ ጊዜ ليحكم بينهم بالنسل الى فردنا ليوسنባቸው ايقولوا سمعنا واطعنا سمتن تزنال ليلو ይገባቸዋል واولئك هم المفلحون برغتن رمياهم باخره ከሰግተና ተፈሩት ነገር ተርፈው የሚፈልጉትን የሚያገኙ ድለኞች ማለት እነዚህ ናቸው ይላል كذيه فتمونك دبعات شلم سلزي الله عز وجل لتفرعنا يحجاب بديتان نتبى قراننا بحديث سيقلت اللات ما من عند السيد يتبك بباتال انجي اي خلافة اللبت تبولال بزم مالا سامن انجم سلزي تنمش سقاتا اللبين بزوال تمام من كبتني يادت متزنات كاك هنا كذيه قرانا يوست اتقبام يمي درس بات المدقى كفتنيا لهوني تلال خلاصة الامر يمجمل عن نفس يتكلوا مندن من لو إذا كانت هذه الأخت مقتنعة بالإسلام فكيف لا تقتنع بأوامره إذن يسلم الناس إزازات يسلم الناس بدعام ملكام دين عنده هنا متوب ومتو يمتع منك هنا لم يندت إزازاته أجتامهم استيقوا مبلاش رأس شلت إيكي قبال بمنه يمن العاد العذر الثاني قالت الثانية قلت من عدم وندها لك انا مقتنعه بوجوب الزي الشرعي ولكن والدتي تمنعني لبسه واذا عصيتها دخلت النار وكذلك البعض يعتذرن بالازواج ولتنياو عذرك رابيو ادمو مندنا متلو اي حجاب ملبس حجاب الشريعه اللبابس قديتا مهونن متو بمتو قال منهم ترتر امنبتالو نجركن ولاد الناتي اندا لبس تكركرن يالچ اسوان بكارنات እሷን ብቃረናትና እሷን ባልታዘዛት አባቴንም ብቃረንና ባልታዘዘው ባሌን ብቃረንና ባልታዘዝ እሳት ገባ አይደል እንዴ ስለዚህ የወላድ ጉዳይ የባል ጉዳይ ሆነብኝ እንጂ ሌላ ምንም ነገር አይደለም ትላለች ለነዚህ ምንድነው የምንላት يجيب على عذر هذه الاخت اكرم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ለዚህ ቸህታችን ደግሞ እንዴ ለምትለዋ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ملتي ستقلو يسو ملت من ما يدلمنا بقول وجيز حكيم تضربتم اللبت اتر متن بالك انديهيلا لرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فتعلم بمونجل فتر متعزز ايتشال من الله عز وجل انقريه تملكتي فتر متعزز ايتشال فتعلم بمونجل يفتاري تزازي بالقال ويس يفتر تزاز مكانة الوالدين في الإسلام وبخاصة الأم سامية الرفيعة آه يتوكال ولا جتش حق سلمنا لا يالا تشوتاك اللا للم بتلي الناس بطان كفتن يانو بل الله تعالى ندعم الله عز وجل قرنها بأعظم الأمور وهي عبادته وتوحيده ندعم الله سبحانه وتعالى تتلق نقرقان وعطت أمر يازو كسو عن أيائزو يتكسو عنه እሱ አምልኮትና እሱን ብቻኛ አድርጎ ከመምለካ በጣም በርካታ በሆኑ የቁርአን አያዎች ላይ ልክ አላህ ምን እንዳለ ለምሳሌ ምን አላህ عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا አላህን ብቻኛ አድርጋችሁ አምልኩ ፈጽሞ በሱ ላይም እንዳታጋሩ ለወላጆችም መልካም እንድትሉ አደራ ይላችኋል በመንገድ ከሱ ነው ማስከተን ያስቀምጠው ጂህ በጣም ነው የሚያሳዝነው عندي بلا حجاب يهم بالذيه مكنيات عندي بلا متاستمتوا سيتيو من الباتي ولا جوات ازات ولا جعباتنا الناس يميزوات قديتا متازز ياللبات يا الله قطال لك التلبات يميشلو نقر لي عندي فتر موسط لا يسمى يتاباش يتاباه يالت من البات سربات شونا عندي هم دمو عالف اللقم زور برلين كذي بلا استابكا دنبرات شون وانت ازازات شون الف استابكا ستهد نيمنا يوم نجركن يا الله سبحانه وتعالى ازاز ذات يقاتش يتايبات يا الله انت ازاز لا لا ما اكثر يهمكنيات تقربالك هل هذه مؤمنه
هل هذه تقية؟ إتي آمان الله نفري بالتبال تشرع للتنبي من أين تفراتها؟ سبحان الله كيف تمرأيهون إهن أين تبهري؟ فطاعة الوالدين لا يحد منها إلا أمر واحد فالصمون قريه يا ولاجوك متازز ميبانو نقر مالكم فالصمون متاز ما أي تشالم عند نقر بهم نجي أمرهما بمعصية الله يا الله عز وجل إذا عندنا تس بعد زن ساعات لي فالصمو متازز أي تشالم يهي من ما بابال للم يا الله سبحانه وتعالى والثاني نو الله سورة لقمان لي يهن بتملكة عندها درقو بدل سياسكم من طوال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداك على أن تشرك بي فني لاي أن تتقرى بيتقروه إلى الله عز وجل دور النسان تجرم بكفتبه ما ليس لك به علم أنت بما تتقون قر لاي عليه المسرات اللبه نفتم اللبه بلو يا الله سبحانه وتعالى أنت إذا أن تتصدى درقوه بيتقروه فلا تطعهما فالصمو لتتقذذات شو أي قبام أن تتقذذات شو إلى الله سبحانه وتعالى قريه مالت يراجوتشن حق بتككر ماكبر عاسف اللقم مالتنا للم يا ملكتو ماكبر مالبنا إياكبر سلفنا الصالح بنبرو بات أينة أحوال مالتنا لذيهم مثالي إيه آية يورد بات سبب من ملكتو بقينا كسلفوش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه الناتو بتعامل الناتو أذانينا الناتو يخدم لنا الدرع بتعام يمتاوك سونو كما هو نمقاقل الناتي يوم من دنيا لتشو تسلم جدي كسر قال هنا اني من جبال برام ستلو من دنيا لك اماتي انتي عندي شيء لبس نوش ايان دان دنس اي بر رديوتا فتنو كزي اقوامي على الملس من يالات يهنو انجدي سلفنا الصالح ينبرو بس اقوام ملكا مع رايا عدر جن يزلني هل يم من نقب يم يقبع النزي ونجي للوتشن ايضا لمنو فتنو للوتشو يا الله انو ملك تنياون تعزاز انديت نبري ما تقول يا الله ما يمركني يوم تزاز دمت أصل العلم يا ولد حق لي تسبك يمي كبر يا الله ما يمركني يوم تزاز دمت برنجي ولا يمنع عدم طاعتهما في المعصية من الإحسان إليهما وبرهما انجل شازو على متازز أي بليل عملك من ذرلا أن متاززات شما لتنا عزيزا كناتم الله هم باسلتنا آلاء من إله وصاحبهما في الدنيا معروفا الدنيا ليلة النسو ملكا من بتول الله تشوي قبال بمالت ينقر الله سبحانه وتعالى ليلو كزيقا بتعزى ملكو بزوج ذي يمي النسى نقر من دنو الله سبحانه وتعالى يمي فرابات سيمت الله تحطات لنا ويمها السوء اي حتى اللهم زري اللهم بلا كناكتنا كحطات على جبهالا حتى اللهم ملك اللهم ملكا زري اللهم بعد تكالي ارسون لما قبات مكرا لك كذلك قبات بهالا حجاب شاسو اللقات اي بالي اندزيه بلينو يبال حقنو من لا درك አባቴ እናቴ አስገድደው ይንኮኑ በግድ ነው ይገባው ስለዚህ ምን ይሻለኛል ይያሉ ማለት ይህ በቂ ዑዝር አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሚያዋጣ አይደለም መልሳችን አሁንም ቅድም رسول الله صلى الله عليه وسلم ያሉት ነው لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اتكالين ليجرو ورتኛው ነጥብ መልከተ ምንድነው የምንለው كيف تطيعين امك وزوجك وتعصين الله الذي خلقك وخلق امك وزوجك እናትሽን አባትሽን የፈጠረው ባልሽን የፈጠረው ጌታ ይያመጽ እንዴት እነዚህን ማትሽና አባትሽንና ባልሽን ተተዘጋለሽ ይህ ማይታሰብ ማይታለም ነገር ነው አላህን ልትፈሪ ይገባል የምንለው الاذر الثالث ሶስተኛው عذر اما الثالثه فتقول ሶስተኛው ما عندي ትላለች امكانيات الماديه لا تكفي لاستبدال ملابسي باخرى شرعيه اي ايكونومي بداي የኢኮኖሚ ምቾት ነው ያለን ገንዘብና ንብረት የኢኮኖሚ ጉዳይ እናልባት ሌሎች ልብሶችን ሱሪን ጨርቅን ጉርድን ማቅን በሸሪዓዊ አለባበስ መለወጥ አልችልም የኢኮኖሚ ጉዳይ ደካማ ስለሆነ ነው ትላለች اختنا هذه احدى اثنتين እኛ እህታችን ከሁለት አንድ ናት اما صادقه مخلصه ወይም ወነተኛ አላህን ፈሪና አላህን ፈሪ ከሁነታ ከልቧ የምትናገርናት ወይም ደግሞ ውሸታምናት تريد حجابا متبرجا صارخ الالوان بطام انديه قادوطي هنا حجاب يمتفلقه
يزمنون كذي يزمنون يعني موديل النا فاشن يمكتاتل غالي الثمن الجد بدام ودي هنا لبس لمزلات متفلقنا كهولات عيالكم فلذي يهن ملسنا نستاذ نبدأ بأختنا الصادقة المخلصة استيونا فنيا كونت نتنا قرانها تاتنين بس فاجمرا اني هل تعلمين يا أختا أن المرأة المسلمة لا يجوز لها الخروج من المنزل بأي حال من الأحوال حتى يستوفي لباسها الشروط المعتبرة في الحجاب الشرعي؟ لما هو نتاكلش انديهتي من يوم مسلم سيتكو كبيت شريعة يموالا لتنا شريعة يسكمتون كربة مصر يموالا لبسسات لبس قال لبسش لستكرر موتات دمان من يوم هنيتا اندمات شلتاكلش والتي من الواجب على كل مسلمة معرفتها إيان باندا مسلم للتاك يمي قباتي هنون مصر تاتام والا موتات اندين لباتاتاكم وإذا كنت تتعلمين أمور الدنيا فكيف لا تتعلمين الأمور التي تنجيك من عذاب الله وغضبه بعد الموت يدوني عن قداي وقبشن تاتكاش يفلك شنزن بلاش لبسش يوتاش يدوني عن قداي يتمر انديك نجأت الله سبحانه وتعالى قطعنا قطعت كموت بها لا بلو ألم لي لا ترفش المترشن نجر من مرة تفلك انديك هتماري سبحان الله هذا من ضعف الإيمان ليك إيمان بك متنجي كمن ما لله ألم يقول الله تعالى في سورة النحل الله سورة النحل أي انديه بلوش عن نبر اندي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر يوكت بالتبيتو تنطيقوا إن كنتم لا تعلمون مما تابوك هنا فتعلم يا أختي شروط الحجاب يحجابا نصر تماري تنتوتو هسوتشاتن بدعم بتلاي بدنيا قداي لاي لدنيا قداي لما وقت طوات ماتا منم ساي سلتشات ساي تاكتات بزوف رامكنا بروتشن ايا وقتات قلبتانم ايا راكنج طوات ماتا تنات عندي تنات الاك زيت اياكي الاك زي فتنا قداي اللي من الشال انيا ليا ليش ستوات تنات توال اللي تايا يا اخراس قداي كهلم ما يبلتم من دي الله ولا الآخرة خير لك خير لك من الأولى بلالك والله إن كان نمشي لنيكرنا لنبي عليه الصلاة والسلام إن كان خزيشنيا تفي على ميدك يمجرشوات الشالة التي بلال الله عز وجل نا يمجرشاون ألم قداي بدعم للناس بس يكبال فإذا كان لابد من الخروج موتاك اللبش يجد شريعة وفكر ملكو أي موتاك اللبش كتب على بحجاب جي موتاك اللبش لمن إرضاء للرحمن وإذلالا للشيطان الله لما استسد شيطانا لما وارد النار ما كار لما حزن لمن كتب على وذلك لأن مفسدة خروجك سافرة متبرجة في تشن قلبش سون تشن قلبش طبار لبس لبسش قرطشن إياسا إيش موتاتش كمت وجبت قدايا بلته عدق على أي النادر تشتلهنا تتنككي الله نفري حجاب سيبال من البعض ذاري بزو صوت يمي السبوت كشريعة أم ملكاكتنا أمنات النار نقاقيقا أكلنا عن دينات إلى اللم بزو صوت يمي السبوت من البعض إيان دان داتشن يمي الناسبو أقرن مشفن يونيك سس شارب تعالى درقو عندما يوم دمو يوني وفر على لبس بيتشا كرضي ياسايا ملبس لمسلة ليشلال لا حجاب مالت حجاب سيفلك وين بزهر اساتنم حجاب حجاب بلنس النورة كرات صغر اسكا ازر تسر سيتنم تنمرو عينم سايقل يمي شفنون ما لتفلق انه يهن تقن زبنجي عيني ما حجاب يلبس كرل من دي بلا من نيوم سيت حجاب يالهون شريعا ما يفلقون حجاب بتلبس حجاب لبست شايبان رابطان هيدتنا يمي بالو يا اختي لو صدقت نيتك والله والله هكي نياشترو به النرو ورات ان تشتري تستككلا به النرو لم تبدت اليك الف يد خيرية ملكام الجوج ودانتي تزرقتو يردش نبرة الله سبحانه وتعالى نقروا تنهلو يا غرالش نبرة أليس هو القائل انديه يا لو قيتا
السائر لم من دي الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أو لم نبت ما ومن يتق الله يجعل له مخرجا الله ينبت كل كلب ويفر كجنك موجع يزدقى جلتها ويرزقه من حيث لا يحتسب كالاسبهم سيساين يلقى سواد ومن يتوكل على الله بأ الله لا يمي مكاننا يمي الدقف فهو حسبه بكي والسنة قد جعل الله إن الله بالغ أمره الله سبحانه وتعالى إيان دان نقول داي إيان دان نقول لسات يمي أفتاك على أسكيتان أميلا ونأتي نعادن من مكة تلوم يتعنى الناس لشال لا والله أي تلن يتعنى إن يانا ننجي الله دا يتعنى الله من فرعي كبار أما أختنا الثانية الكاذبة يأتي وشتا وما وشتا لزي مثلا وما لصار أمو انديه من الأطال الكرامة وسمو القدر عند الله لا تكون بزركشة الثياب وبهرجة الألوان ومجارات أهل العصر والله الله زندقا الله زندقا لو درجة مأرد يا ماري لبس من البس أيد اللم قيدو تسلاش بالرقو أيد اللم وإن دمو بزمن وقال لسوشكا مفكا كرنا مورار رسل الله أيد اللم والله إنما تكون بطاعة الله ورسوله والالتزام بالشريعة الطاهرة والحجاب الإسلامي الصحيح يا الله انت ازاز ومكبر يا نبينا عليه الصلاة والسلام تأزاز ونفسهم نصوه يونوني شريعة لنقاقي تكباراوي ومدرك إسلاماوي انتكلينيون إسلاماوي حجاب كرات أقور إسكابر تصر درس يمشفنهم بمنبسنا واسمعي أختي قول الله تعالى الله يمي نقرشن سمي عبرش تي ضد درش كربش أدامشي الله انتسرينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فأيها الناس أن أنت يسر جتوي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا برقت كسيتنا كون دارقن فترنا تحل وجعلناكم شعوبا وقبائل فقوصنا بنقر كففرنا تحل لتعارفوا لمكرات سايهون لمن تبارر سايهون لتتاوقونه ويلال الله عز وجل قلن تلكم أببال على تعاس من دنو وانناوكم نقر الزيقانو بزوتش ميتال لبت عندن دو بلبسي مثلوال ليلاو بملكي مثلوال ليلاو بزري مثلوال الله زندقل يا رجل إن أكرمكم عند الله الله زندي تكبر يا سوب لو مالت كنا انت مال أتقاكم الله انفري هنا قيتا سونو إلى الله سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير الله إيان دانبان نجر مالبات بلب صابت تكرام بلب بابت تكرام بذكبار رابت تكرام بذران بقنقم إيان دانبان سو من النت يميك قيتان الله سبحانه وتعالى مانا يمي كراو مانا يمي كراو يميكنو خبير إيان دانبان مستر يجربا مستر بتلك آت يميك قيتان منم يمي سوى لله زما مارنا بما قيت انداي مثلش طروب ملبس أباب ملبس حجاب بملكك كبر سايهون وردت بالتانونا يمترش وطر خلاصة الأمر يملكتو سستنياو نطب ملك مدمدميا في سبيل رضوان الله تعالى ودخول جنته يهون كل غال ونفيس من نفس أو مال أو بأ الله الله عندما استسد بأ الله من قلاي بجنة لجنة مقبات بمدرقون ترد كله
ودنا ودي هنا نقر هلو عندك اللالي قطرال جنزب ميهون نفس ميهون إنا اللهن فرينا يمن لو. العذر الرابع رتني عذر جاء دور الرابعة يا رتني عذر دمه ترامتا دور الرابعة يا رتني عذر دمه يكتلت من قالت الجو حار في بلادي وأنا لا أتحمله فكيف إذا لبست الحجاب يا يير نبرتها قريرا يبقان يموكال أنا حجاب سالب سراسو عالشلو يعني إنديت من حجاب كلبس كوس أي كبدن يمن لي سرالج لمثل هذه يقول الله تعالى الزهن فادمه الله انديه بمالت ملسي سرال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يجهنم سات يبلت أتقاصا ما نو بيقنا ذيك نزب مرو إيال الله نلتي ستشال فتان يمي قرنو نالبات انديه بلو يمي دو سيتر أكاد أتشونا يير نبرتو يتستككرن يتمتحكم هنونو انديه يمي دو ركزي فيت ينبروتس بالظاهر الصحي بالظاهر البرها ينبروا السلف الصالح انديت نبروا الناس ساعات قتلاتهم نبر سايرلم اندي الناس او الناس سو اندونو كله الناس اندكار كله انتي ما تعال نبربش جن جن من الدرك شتان بينك وبينهما وبينهن كانت ما كان الناس مفكر والله ليونات يسفان كيف تقارنين حر بلادك بحر نار جهنم يا درشن مقد كجهنم مسات مقدقا اني بمتات امري فتعم كبادنا اوكي اعلمي اختي الكريمة ان الشيطان قد اصطادك باحدى حبائله الواهية شيطان دكاما بهون بمرتو باند مرد اند دلت شوكي ليخرجك من حر الدنيا الى نار جهنم كدنيا مقد اوتوتو ودرسات مقاتنا ساتقات اولي مرش فأنقذي نفسك من شباكه كسو مرد راسش بفتنة أدني واجعلي من حرب الشمس نعمة لا نقمة الدنيا لا يالله يطاهي المكت اندت أقارقش كتريو لمن إذ هو يذكرك بشدة عذاب الله الذي يفوق هذا الحر أضعافا مضاعفة يهم الدنيا لا يالله المكت اتفدر بيهن ونسات يستوس شر كذابها لا عندها ترجعين إلى أمر الله وتضحين براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار ودى الله قد يتملسش ودى الله تأذى تملسش بدنيا أرفت الدنيا أرفت كما قمت لك مسوأت النفن تأمر كفلش نجا لآخرة كآخرة كفات بتبكش بزون لتلفي هذا البشال التي قال تعالى أن أهلها ياتي إسات بتتنككات النار مسوأت النفن كفل الله متقبى وسات الله سلزلها 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 انديك بلو يتنقر الله انه يملش لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا فتقزان كذكازين انه يكمسون ولا شرابا تمنوا ان رتامة الصنف السماء يقنوا من البعض بمراب الناب المتماسات شوم يقنوا في نقر بنور إلا حميما وغساقا كما دنبلا يفلا وهنا مجدنا أجنب التانو راسشن كذيه جهنم أدي واندنا تنكرا كونش يذيهن تبدو مداني حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات جنة يتكببتشو نفسيا بمكبر نقرنو
اسات دمو يتكبلتشو سمي تاوي بهون نقرنا. العذر الخامس، لنستمع الآن إلى عذر الخامسة. استيام مستنيان عذر دمو عبر دمونا الدم، حيث قالت اندهلت: أخاف إذا التزمت بالحجاب أن أخلعه مرة أخرى، فقد رأيت كثيرات يفعلن ذلك. من تلالتش الشنيا عجبنا دمو آيني حجاب ملبس كجمركي اندالا والكو أفرا لهم بزوج سيتوج اندي قرسي هونو أي تشالونا. وإليها أقول للسوام اندي ثلاثة اللو: لو كان كل الناس يفكرون بمنطقك أنت عن عندما تحسب يسوه اللو بيحسب ما لترك الدين جملة وتفصيلا. دين بتقل بزرزر بكررنا بتتونبر، ولترك الصلاة صلاة متونبر، لأن بعضهم يخاف تركها. لمن أنباندو اندايتون باك قرد إفرع لنا. ولترك الصيام لأن كثيرين يخافون من تركه إلى آخره. نعم صومنا متونبر اندان ناك قرد إفرع لنا. أرأيت كيف نصب الشيطان حبائله مرة أخرى فصدت عن الهدى؟ استئيه شيطان ولدتنيا داقم ولدتنيا قزي داقم مربون أنت لا يزرقتو أنت إيادنش اندهنا كتكلن يوم انجد إيادتش اندهنا تملكتي ينجل ما نوقوت الله انجي أني وهم أنت منك ونقر الله. الله المستعان. والله تعالى هاتي ويوك يا الله عز وجل لكو فتاريش كان نبر شدت ياسدنيش اندي ياس عمرش انا ياقيتش قيتاكو عبادان اندت كتيبت يفلقان تكيد بتهون منكم سنة بيون منكم منكم واجب يكرنا. فكيف إذا كان واجبا مفروضا مثل الحجاب؟ حجاب يمثل قديت يهون ونقرس انديت بيهون فكالله الميت يمثل شلا. قال صلى الله عليه وسلم مصطفى عنده لالو: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. سروت شلو الله زن توبا جيونه زوتاري يونه جانس منكم. إذا لم تبحثي عن الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى ترك الحجاب حتى تجتنبيها وتعملي على تفاديها، أو إن زي سيتوج حجابا اندي توي دفعفات شو مكنيات من دنو بلش تنات كما قبلنا ان زي هم دمون دايبر سبش كما تنكك إليك اندي متيك هنا دقانا. لماذا لم تبحثي عن أسباب الثبات على الهداية والحق حتى تلتزمي بها؟ لم دنو لم هونو بحق لا عند سو بهدالة انديك متناتي شلال بحق لا انديك متناتي شلال يميلو النقر في التشش يعني نقوام يادرقش اندت تيزي حجابش نساكتا قارت اسكوتر شان اندت كتين بيادرقش لم نتارقي. فمن تلك الأسباب استيسنا مكنات وچن النقاقر هنا تحقا هنا تهم مستقيك هنا الإكثار من الدعاء بثبات القلب على الدين. دين لاي لب انديت انا ممات انو دعاء مازات انو لك نبي عليه الصلاة والسلام يدوت عند نبره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت لبن برواباك النار وواباك وقيتاوي اباكهن اباكهن لبن برينه لا أثنان من يرو نبر السيكة لبش انديه بي عندما صنينا عندما صنيه تايال. وكذلك عندهم بتجمعي الصلاة والخشوع صلاة النار الله متنانس عندذيه لتناتي رداشال الله سبحانه وتعالى انديه يلال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة بصلاة ما بتقزوا إلى الله وإنها لكبيرة بربتن كبادنا تكو إلا على الخاشعين الله بمي فروس وجنا بمي تنانسوا به ننجيلا. إذن إن ذي الملكام سراوتنا عبدات الله عز وجل سناتنا اللي ستش ما درج مجال عددش عندما تشهدت لك أجر كأيرو ولك أفر أجر سيبابو صبرات تو بعبادة تولاي كمر كما تشهدنا الساعة حجابات تونس يأول كلنا يلن ممكن أتوا من دلنو يأو دعا يدركم بصلاة ما بخشوع لها راسو دكمال هي راسو بإيما إيمانات تومر كمنا اسك حجابات تونس كما ولكم اندي درسو يدركات تولاي ليلو يمير داش بتنات لاي الالتزام بكل شرائع الإسلام يسلم من دون الجاجي بعد تكالا ما أذنه كزامك كل حجابنا. الله سبحانه وتعالى بسورة النساء لاي عندي هلال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أدرات بلوي من مكربة النجر بتككل بتجبر الناب سر نرو لما السوم الكامنا جبلت صنات يسطع الشاي أو
بحجاب لا يمتصنيو حجاب ستلبشينو بحجاب لا يمتصنيو الله ان بتككلت ازازو ستا كبري بتشانا بتشانا ونا مكنات للم الله ان فيه بتكلو من اللالن لو تمسكتي بأسباب الهداية الهداية مكنات وچن قطتا بتككل بتيجي وضبط حلاوة الإيمان يا إيمان انت فتن مالك أمشنين بمتكم شنرو لما تركت أوامر الله تعالى بعد أن تلتزمي بها يا الله انت ازاز كازش وحلا يا الله انت ازاز بالتوش نبرة انا أدرا الهداية من قد وچن فلقي يصنعت من قد وچلاي برشي نو يمننا العذر السادس سدستم يا رقمو الآن ها هي السادسة فما قولها سدستم يا رقمو متات استيمن اللي متل أبرا نسمع قالت ألت قيل لي بلو نيال إذا لبست الحجاب فلن يتزوجك أحد لذلك سأترك هذا الأمر حتى أتزوج أي حجاب كلبش فتشفاق فنش ميزة أمي أقباش سويل لم سلزي إن حجاب متوالد بني اسكا قباد رس تلالش نعم مجملة النزيت لذي تشمن لهم بالنو إن زوجا يريدك سافرة متبرجة عاصية لله هو زوج غير جدير بك أو ترابتش في تشن تقلالتش صبرشن تقلالتش رابتشن هدش الله إن إيوان الجلش لا دباش يمي فلقش بال يه لانتي من كبابا لا دلنا وهو زوج لا يغار على محارم الله على محارم الله ولا يغار عليك لانتي كنام بالله دي الله من ما يكنام ولا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار جنة لا تقباش كأسات نتعلى وقاش بتابرش أي كلام بل جهنم مستني زفقش نوكي إن بيتا بني من أساسه على معصية الله من يوم بيت اللهم بمون جل يتمسرت السوس إيمو الله يشتو أنت حجابش انتتش متقن أن ينام التوابير البتلا بيتشا اللهم بما سقطتنا يتمسرت بيت حق على الله تعالى الله لا يحقنه الله براس لا يوسمن أن يكتب له الشقاء في الدنيا والآخرة يهين بيتسب بدنيا منهن بآخرة الدل جيس النتر اندني دمد منا اندني وسن اللي التراجع اندي همسيل بنرو قالو يا رغا قتال من أعرض عن ذكري أو نيكا متاهت من مريا نيكا متاهت من مريا تلا على سو فإن له معيشة ضنكا بزيه دنيا هوت لاي أبابا هوت أنورو علو بيت يرغب بشاد سلام النسل كما جمراس كما جرشا ونحشره يوم القيامة أعمى يكيام كان اندمو عين سورا درقن انكسك سوالا قال رب لما حشرتني أعمى ونجرني متشين عين أوطانا ونا قيت ايه منو عين سورا درقن انكسك ملكت عن نبال الليل لو طياك يا كربال اللهم انديه لوال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها إن يا من مرأة لك أهن أين سور أين هي أي سور لا تركه له إن يا من مرأة ولن تزندم التله رسعه زار دقم أنت وكذلك اليوم تنسى ترسع له وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه دنبر يلثنا بالله قرآن يا لم من اندي هذا القنو يمن كتاو ولا عذاب الآخرة دنيا اندي مثلش يون الشيء جني آخرة ودقمه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى يا آخرة قطات الجد بتام يبرتنا قامي من دمو للتابو يقبال إلى الله سبحانه وتعالى من البات الزيقاء عندن دمو عيني حجابا ودال لو بلو سلفي مسلو يا الله أنه ملك تنيا وانت إزاز يميا كبر مسلو قاس قبات بوالا يا تشي يهن سمتا آية فلقينتا يا الله السارين وبلا ستابكا تشفافنا ونورتشان مثل ذلك قلت يمين ورسل الله اهتج أدرار التتنكك ويقبال بدن بس ببت دينو من دنو أقامس من مسلال سات فتشونا سات تنقمو اندات قمو كدنيا يلق آخران اندات بلا شبات شوف تتنككو وبعد فإن الزواج نعمة من الله يعطيها من يشاء قابت شاكو مالت بوقو يا الله صدقانو لا شاوي ستال فكم من متحجبة تزوجت وكم من ساترة لم تتزوج سنتنا سنت متحجبة وشاك بتو ربطة شميري على ببو قالو سنت رزاق ربطة على ببو مرو فتوش سياجبو اي تايم من دي يهيكو بالله لما منو وإذا قلتي قالش إن تبرجي وسفوري هو وسيلة لغاية طاهرة أيني من راكوتنا ما الدلالات لتلو على ما يعني من قدي هنا نيال متيكو هنا اي قابت شاكاش
فإن الطاهرة فإن الغاية الطاهرة لا تبيح الوسيلة الفاجرة الإسلام. عند إسلامنا عند منهج أهل السنة والجماعة عند السلف رضوان الله عليهم جميعا سلف التزند من دنهم من لو لترو على ما مدفو من جد رائفهم عند دواي التايم. فإذا شرفت الغاية فلا بد من طهارة الوسيلة قبو على ما وملكام أن يتكبرك هنا ورزام يدرسه من جد عند الزام وعلبه لمن كنياتهم يسلمنا نسرتاوي جنب من لل الوسائل لها حكم المقاصد يه تككلني عقام لا يالو سوت من هجات شويه نو فلقات شويه نو أو من منهم أكهد يوت إيتون حكم يستطال لتبالو ما تقال يا لا بارك الله في زواج قام على المعصية والفجور بأمت لاي بدنيا تقم لاي اللهم بمن جل ريث مسرت عبابتا بركة أي مرو. العذر السابع سبتني عذر وما قولك أيتها السابعة استي سرقتني من تني أتلنيون من تي ألش استي نسمش. قالت من ألت لا أتحجب عملا بقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث أي سلقيتها تقا تناقر بدلت أسأي سلمي لله أني يا الله قال ما أكبر فلقى لو أنهين يا الله قال يهل مسرات فلقى حجاب اللبس تلال فكيف أخفي ما أنعم الله به علي الله بن يددك الله يوال لي ولك لم ندبك من شعر ناعم وجمع الفاء وجمال فاتن وقبل سلاس تصبور عند زيهم دم فتان يهون ملك لم يدبك الله سلس أجاي أورو على لم أسأي على لم أختار أختنا هذه تلتزم بكتاب الله وأوامره ما دامت هذه الأوامر توافق هواها وفهمها لكام متقر لتنا تتشدمو اتشه تتشدمو يا الله انتزاز ما تبر تفلق عليك يا ملك تنياهون ما تشيقن يراسوان سميتنا براسوا يقل قل الزابي اندق التملات تتككل ترتاب اللمقن ونترك وتترك هذه الأوامر نفسها حين لا تعجبها يا الله انتزاز قال بأنك أتنى التمتشات بزي طلع تهير اللش وهكذا حال أهل البدع يبدعى سويت بهرات سويهنو الله أن يالفروا اندي هذا قالوا وإلا اندي كون ما الله أنت زاد متكبر كون وقرآن مسرات متفلق كون فلماذا لم تلتزم بقوله تعالى اندي يميلون يا الله قال لم نتكبر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قلتوا تشاتشوني فايلتوا كلا يبراسوا بزي قلت اوتاون سكر وبقوله يبنين عليهن من جلابي بهن جلبا وچاچون كلايچ ولا يلققو يميلو ودتا تشلققو بميلو قرانا يا لم نستر منبر بتاه ما سنناقي اسغرامي عند نياز عند لك افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بلقوا الله يروچ لتچو لذا هيتنا فانت بقولك هذا يا اختا انت هيتين انا سفلقي من البعض لراسش ادي الشريعه انت تشال مراقوتنا مغلالتن من بالنوسو مكنيات كتباله أي حجابا على مثلقشنا إن أكبر نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والهداية كذقوا تشلوا يفعل قتش لتمت أدك إبت عندهم بيفعل التاسكمتي والتاسا يميقبوا نعمة بنور يا إيمان ما هي هداية نعمانا لمن دنه النعمة قلت ما تتاوتوا الله يوال اللشن يا حجاب نعمة يفعل موتاك وقلت سبب البس لمن يا الله انصقى التاسا يم لذي حساب ما تكاليا هنا هل هناك نعمة أكبر للمرأة من الهداية والحجاب بمن كما يسك حجاب يبلته لا سيتلك نعمة ألا لا والله إلا لب تبلو. العذر الثامن سمنتني عذر نأتي إلى وقتنا الثامنة استيولة سمنتني أن نمتعنا لممتنا للنسمة من ثلالت أعرف أن الحجاب واجب حجاب واجب مهنون أقل ولكنني سألتزم به عندما يهدين الله الله سمرم ينمر بسوت ثلالت نسأل هذه الأخت عن الخطوات التي اتخذتها حتى تنال هذه الهداية الربانية الله يستمت اللاتن أملاك به هداية عند التقن استيوسر الشرم الجامل عنده هنا نتيقع فنحن نعرف أن الله تعالى يعني قال لنا الله سبحانه وتعالى بتببه لأي أن دانو نقر سبب استمتوان لم استاري بشتنيا مرهاني سبب بقول لتال لم اندريني ورمي مدرس ورمي فلقبت من قد مستافرين أزغاش فلتال بطعم بزو مستاري ما استمت إتشاله ለመሆኑ እህታችን ሂዳያን ለማግኘት እየጣረች ነው ወይስ እየቀለደች? ሰውን አግኝታለች ለምሳሌ በጥራት አላህን ዱዓ ማድረግ ይመስል አላህ ልክ እንዳለው እህዲን الصراط المستقيم ከፈኛው መንገድ ባክህ ምራን ጌታዬ በማለት መልካም ሴቶች ጋር በመቀማመጥ እነሱኮ በሂዳያ ላይ ይረዳሉ
ምትሄደው ራቁታቸውን ከሚሄዱ ሰዎች ጋር ነው። ምትሄደው ሂጃብ ሱና ነው ብለው ንቃብ ሱና ነው ብለው ከሚያጣጥሉና እነዛ እልትዛም ካላቸው ያላቸውን ሰዎች ከሚነቅፉና ከሚሳለቁባቸው ጋር ነው። እንዴት ሂዳያ ታገኛለች? ለመሆኑ ከጠንካራዎቹ ጋር ሂዳ ያሏትም ቢሏት ከነሱ ጋር ተሰልፋ አላህ እንዲመራት ሂዳያን እንዲጨምራት አታደርግም? خلاصه الامر لو كانت هذه الاخت جاده في طلب الهدايه لبذلت اسبابها فنالتها لوتي اهتاتن اونتنيا طرت ادراكي لتهمرو سببن ترى لفتا تدرسبت نبر زتنيا وما قول اختنا التاسعه زتنيا اسمن تلليون غودستي الوقت رميح بعد جزي الدرسم ني جنا حصان لا يتلالج حجاب ان شاء الله حج كادركني بهالا تلكونكني بهالا لبسالو ترالي ملك الموت ايتها الاخت ارى ملك الموت قال زائر يقف على بابك يزيرش برش لا يقومون يا الله انت ازاز يتبقى له برون كفته ليغبارو يتنيام يدمش غزي لا قال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون غزياتو كمتا يقطرو غزي كمتا ودحالام يله عند ساعه ما يقوم ودفيت ما يتقوم يعني موت يا اختا لا يعرف صغيره ولا كبيره موت تنشنم تلقنم ما ياكل من البعد انتي وانجل يسراش تبلالطش يهرش سوني يفتلش مسلمه تايتلال من يوتش يهون يزان دي ارى ورا الله تشكدادني ورا الله تمنشي الله يا لون يا الله انت زغت بري سابقوا الى مغفره من ربكم ورجيتاته مهرتنا ورجنت تشكدادمو يلال يصفاتا سماينا مدرو هونتشو يلال الله يا اختا لا تنسي الله تعالى فينساك الله لا ترشي ورسا شاننا صدقون ان دعنا سابش تتنكك ابنيا بآخرة نسوا الله فنسيهم الله ان دالاتهم منافقوش ان داتوني الله الرسول رساتو ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الله رساتو الله الرسول ان داتو ان داتو ان داتوني لك اهتيوي كان نزعنت نقرج راكي ادمش تنش بهون المنقوان حجابنا كما توت تنككي لمن الله عز وجل سلوطات النتش سلي عندان دي ادمش كثالي تيكشال بلج النتش ستارقي متش لتارقي نو هر عندان دو كالتمارت جميلات ما نيالو هر الله انفرو لتقلو لذي حساب ما اتكاليا ما اطول الامل كيف تضمين الحياة كيف تضمين الحياة الى غد تسفع انديت يرزمان سبحان الله اسكن جمنور انديت وسط النوستر العذر العاشر يمت الرشاونا السرنيا عذر واخيرا قالت العاشر السرنيا رمومنا لك اخشى ان التزمت بالزي الشرعي شريعة بأن لبابس انقلت ان يطلق علي اسم جماعة يعني جماعة اسم معينة وانا اكره التحذب متكفافل اتقلال لهم تلالك اي اكرار ان ذات تبال وهذه ان ذات تبال سلفي ان ذات تبال فرتانو ياسزنا له اختا اهتي وي يسلم الناس تكو كلت جروبنا يلو ሶስተኛ የለም አንደኛ ያአላህ ህዝብ ነው አላህ የሚረዳ ያአላህን ተዛዝ የሚያከብር ከወንጀል የሚርቅ ሶስተኛው ህዝብ የሸይጣን ነው ያአላህን የሚያምጽ በምድር ላይ ጥፋትን የሚያበዛ ኢዘን ሂጃብን ስትለብሺ አብሽሪ ያአላህ ህዝብ ነሽ ሰለፊይነ ምትወኙ ከአህለ الجنه ምትወኙ አትፍሪ አትፈሪ ሸይጣን አይጫወትብሽ አው تكلمنا سلفي مهون متشيو سلف الصالحين اكبروا بتككل ينسون فلك كم يكتلتك ستهني بجانا ارأيتي كيف تفرين من الله الى الشيطان كالله ودى الشيطان دي تندم تعمل جايش وتستبدلين من خبيثة بالطيب ترون نظر بمدفو ستلوي جاتين ففري يا اختي الى الله ودى الله امرتي وتطبقي شرائع يسون من النقاقي فاتني ففروا الى الله إني لكم منه نذير مبين ودع الله حمدتو أني الجيق بتاعهم كسو يتلاكو إني أستنكاكي نجيل على الله خلاصة الأمر يزيه أسرني أنا مدن دميا في سبيل إرضاء الله تعالى ورداء رحمته والفوز بجنته اللهم لما استسد رحمة لما فلق بجنة لما اتادل اضرمي بأقوال شياطين الإنس والجن عرض الحائط يسوميهم يجن شيطانك النذكر أشكن طرش وروري طاية وعضي على الشرع بالنوادل يشريعان تأزازات فكران ترسش تأبك أدركاش
بدنبا شأنك شيء، واقتدي بأمهات المؤمنين والصحابيات العالمات المجاهدات. أمان يهونو صحابيات مؤمنات يمؤمن يا أمان يتشنا في هونو سيتوتشن مسالش أرقي أرأياش أدرقي الله النسون أرأياش كمتلش هل الله انفري خاتمة. فمجر شام الآن يا أختا أحدثك حديث الصراحة أجلس لن ندرف ملكان أهدي. جسدك معروض في سوق الشيطان سونتش فشيطان جبايا لي كربل يغوي قوضي قلوب العباد يسويتش اللي بيات أمال خصلاته شعر بادية قلت هنا يتغور ملك توت طباب لبس سونتن كرت المياسعي أجر لبسوش اسك ذاتي من لبس اسك أجر يا شبر ركو لبسوش النزيه اللو يتكبوش التوت تغرب الرحمن وترضي الشيطان الله ياسكت على شيطان ياسدس ذلك كل يوم يمضي عليك بهذه الحال فزينة ملكو إيان دان ينال فبش قزيك يزيدك من الله بعدا ومن الشيطان قربا كالله ركة كشيطان قربة يجمر اللشن يميمتاو يهن رمضان تلك أقاتان يا درقش بتتتكني يتقبال. نعم كل يوم تنصب عليك لعنة من السماء وغضب حتى تتوبي توبة سكتارة قدرس كالله زند ارقمان النا قدتان ينور بذبش هنا قاتاني تتقني رمضان هيو قاتاني قدين النا توبة عبر كبات ودع الله تملسي كل يوم تقتربين من القبر ايام دان بكان ودك أبري يقرب شنو يقرب شنو ويستعد ملك الموت لقبض روحك ملك الموت روحشن لموساد اي تزقاد جنو وتنصواك مشنات وإنما توفرن أجوركم يوم القيامة من داتون يمتمن الدوت يكيام كأنه فمن زحزح عن النار كجهنم الله ركوت ودخل الجنة جنة لقبع ذرقو فقد فاز برقتم تابدلات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يدنيا هوات قزاوي متك أمعنا مشنقين جي من المرلتهم اركبي يا أختا ذاك استسافري قطار التوبة يتوبان بابور تهتيهوي قبل أن يرحل عن محطتك كاللو بوتا مأكلو سين السابفيت تأمر يا أختا في هذا العرض اليوم قبل الغد سلزي الله فيت يمتكر ببتنكن كنيدة بفيت سارين أستوي فكري فيه يا أختا تهتيهوي برم باستوي الآن وقبل فوات الأوان أهم جزيو سهالف يهندي يوابقاتاني تتكني وأخيرا أقول اللهم حبب إلى الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ووفق أخواتنا للحجاب والزمهن الستر يا رب العالمين اللهم تقبل منا القليل واعف عنا الكثير ولا تأخذنا بالتقصير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.